من السلوكيات الخاطئه التعصب الكروي واثاره الفتن بين الجماهير ولقد تفشت هذه الظاهره في عصرنا ولكن كل اثاره للفتنه لا تجوز في الدين والتعصب الاعمى لاي شيء سواء اكان فريقا رياضيا او قبيله او مذهبا فانه تعصب مقيت ياباه الله ورسوله والحق احق ان يتبع ابتعد عن هذا السلوك الخاطئ وانوي بذلك رضا الله